السلام عليكم، معكم عناف. درس جديد حول الدائرة. وما هي الدائرة؟ ماشي الدائرة اللي كنمشي ونجيبها من عندها قزيل، ولكن دائرة في الرسم الهندسي. لقينا واحد النقطة O، وخدينا واحد النقطة A بعيدة على O تقريبا جوج سنتيمتر تقريبا، وخدينا عاوتاني النقطة B بعيدة على O بنفس المسافة جوج سنتيمتر، النقطة C، النقطة D، النقطة E، النقطة F، مجموعة من النقط اللي بعيدة بنفس المسافة على O. هاد النقط إذا جينا وجمعنا بيناتها بشكل تقريبي، هاد الشكل هذا يسمى دائرة. إذا الدائرة شنو هي؟ هي مجموعة من النقاط. أوكي، مجموعة من النقاط A B C D E F G H، مجموعة من النقاط تبعد بنفس المسافة عن واحد النقطة عن O. ممكن مجموعة النقاط كتبعد نفس المسافة عن O إذا جمعنا بيناتها كتعطينا دائرة، ما يسمى بالدائرة. والدائرة كنسميوها سي مثلا بين قوسين، عندنا مصطلح الدائرة. هذه المسافة اللي كتفصل بين النقطة O نقطة O كتسمى مركز الدائرة، هي لو سونتر، هي مركز الدائرة. وهاد المسافة اللي كتفصل بين O والنقط الدائرة بها نعطيوها سميتها R، هي كتسمى شعاع الدائرة. دونك قلنا R هي شعاع الدائرة. كاين بعض المصطلحات كنسميهم إلا خدينا القطعة B، خدينا القطعة AC، القطعة CD، القطعة DB. هاد القطع كاملة كتسمى وتر دائرة. دونك أ بي، دونك سي أ و أ إف كتسمى وتر دائرة. رمزنا لها بسي. دونك جوج نقاط كينتميو للدائرة، القطعة اللي مرتبطة بيناتهم كتسمى وتر دائرة. القطعة سي بي بي سي، القطعة بي سي تسمى قطر الدائرة. دونك بي سي قطر الدائرة. دونك شنو الفرق ما بين الوتر والقطر؟ الوتر هو اللي كيربط بين جوج نقاط، ولكن ما كيمرش من مركز الدائرة. والقطر هو المستقيم اللي كيربط ما بين جوج نقاط في الدائرة، واللي كيمر من مركز الدائرة. دونك الدائرة شحال عندها من وتر؟ عندها ما لا نهاية، يعني بزاف الأوتار. شحال عندها من قطر؟ عندها ما لا نهاية من الأقطار.
كاين مصطلح اخر اللي اختينا النقطة او اختينا النقطة بي، رسمنا المستقيم اللي عمودي على المستقيم او بي، اللي عمودي على المستقيم، المستقيم هذا سميناه المستقيم ال، مستقيم ال. دونك هنايا دونك دايره استشاره، اذا النقطه بي كتسمى مماس، نقطه بي كتسمى مماس، كتسمى مماس دونك ال، كيتسمى مماس الدائرة سي في النقطة بي، دونك ال مماس الدائرة سي في النقطة، في النقطة بي، والدائرة سي كنرمزو لها بهذا الرسم، المركز ديالها او، الشعاع ديالها ار. دونك إلا شتي الدائرة سي مثلا بحال هكا جوج، شنو نقولو؟ ان دائرة مركزها ا والشعاع ديالها جوج سنتيم. نتمنى تكونوا استفدتوا معنا في الدرس، ونتلاقاو في درس اخر ان شاء الله. السلام عليكم.